كيف ما هما ما يبغوش يخسروا، كيف ما حتى احنا ما غنبغيو ان شاء الله باش نفوزوا ونحسموا التأهل للدور الثاني. مباراة نهائية غدا ان شاء الله للمنتخب بنما. كيف ما تعرف جميع المباريات عندها خصائص، غدا منتخب امريكي يعني مدرسة مختلفة على المباراة اللي لعبنا ضد طاجيكستان. يعني صراحة السي هشام بدا يخدم على الجزئيات اللي كانوا خاصنا، وغدا ان شاء الله غندخلوا باش نحققوا 3 نقاط، وان شاء الله باش نريكيبيريو اللعابه اللي تصابوا ان شاء الله في المباراه الثالثه ديال المنتخب. الاصابه ديال ادريسي قبل النوفوريت واش عندها شي تاثير سلبي على الاداء ديال الرأس الوطني، خصوصا ان غنلعبوا مباراه مع خصم اللي ما عندهم يخسر؟ وهذاك الشيء دابا داك الشيء علاش السي هشام كيخدم على هذه الجزئيات، اننا نحاولوا ان شاء الله نفوزوا المباراه وما نحاولوا نخسروا نزيدوا نخسروا حتى شي لاعب، بحكم ان المباراه ديال غدا غتكون فيها زعما كونتاكت فيزيك، وهذا كلشي تيعرف ان المنتخب بنمي تيمتاز بالبنيه الجسمانيه ديالو. ان شاء الله حنا نحاولوا اننا نفوزوا بمباراه باقل الاضرار ممكنه، وكيف ما تعرف الجميع غدا مباراه نهائيه، يعني خصنا ضروري ان شاء الله باش نفوزوا باش نحسموا التاهل للدور الثاني، وعاد ديك الساعه نبداو نفكروا في المنتخبات الاخرين البرتغال والدور الثاني ان شاء الله. كيفاش الاجواء داخل المجموعه في ظل غياب يعني جوج لاعبين بسبب الاصابه؟ الصراحه نهار الاصابه كان كلشي طالع للدم وهادي، ولكن دابا حنا في زعما في وسط كومبيتيسيون، كيف ما تنقول ديما يعني خصنا نطوي الصفحه، الا بقينا كنفكروا في الاصابات ما غنلعبوش، وكلشي غيكون كلشي زعما غيكون المورال طايح. الحمد لله حنا عندنا الثقه زعما في اللاعبين اللي حاضرين ان شاء الله، والله يجيب الشفاء اللي تصابوا، راهم معنا ان شاء الله، راهم معنا الا ما كانوش معنا في التيران، راهم معنا في زعما معنا في يعطيو النصائح ديالهم، لا بانت لهم شي حاجه تيقولوها، يعني حنا فرقه وحنا عائله، واللي يحضر يقضي ان شاء الله باذن الله. كلمه للجماهير اللي سنتي وتنتمنى ان الجماهير المغربيه رغم انها تشوف اصابات وهادشي هذا تزيد تشجعنا، وانا كنشكرهم بزاف، وان شاء الله ما نخيبوش الظن ديالهم ونكونوا عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله باذن الله. شكرا.